نعم شيخنا أحسن الله عليكم، تقول أنها كانت تدعو الله عز وجل 5 سنوات لأمور دنيوية وأخروية كذلك ولم يستجب لها، فتقول أخشى أن هذا الأمر ليس فيه خير لي، هل أتوقف عن الدعاء؟ والله إذا كان الدعاء مباح أو مستحب فالحمد لله، ما إذا كان دعاء عدوان، لأن الدعاء إما أن يكون دعاء عبادة أو دعاء عدوان، فدعاء العدوان أن يدعو اللهم اجعلني ملك من الملائكة، اللهم اجعلني نبيا ورسولا، اللهم يعني يدعو بأمور، على كل حال الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، لكن ليس من شأنه أن يدعو هذا الدعاء، وقد وصف مثل هذا الدعاء بأنه دعاء عدوان فلا يجوز له. وأما إذا كان الدعاء اللهم آتني في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وتدعو بدعاء ترى أن الله يرزقها زوج صالح، يرزقها أولاد، يرزقها مال، يرزقها ما يرزقها، فعلى كل حال كل الدعاء المباح مباح، ولا يجوز للداعي أن يقول عن دعائه دعوت ودعوت ودعوت فلم يقبل لي، فهذا في الواقع على كل حال يعني تصرف منه سيء. فالله سبحانه وتعالى إما أن يستجيب الله للدعاء عاجلا ويحصل للداعي ما دعا به أو ما دعا لأجله، أو أن يكون هذا الدعاء الله سبحانه وتعالى اختار لعبده أن يحط عنه من السيئات قدر ما يقابل من هذا الدعاء أو أكثر من ذلك، أو أن الله سبحانه وتعالى اختار أن يكون للداعي من الحسنات ما هو أفضل بكثير مما دعا به في الحياة الدنيا. فالحاصل أن على الداعي أن يدعو ربه وأن يلح في الدعاء وأن يكثر الدعاء، ولا يجوز له أن يقول دعوت ودعوت فلم يستجب لي.